مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وعايزه اقول لكم ان النهارده سؤال حلقتنا كان: من هو الفاروق؟ مين الصحابي الذي لقب بالفاروق؟ تعالوا ننزل الشارع ونشوف اطفالنا هيعرفوا يجاوبوا ولا لا، ونرجع نكمل حلقتنا. طيبين، رمضان كريم. اسمك ايه؟ ادم. بنصوم رمضان ولا لا يا ادم؟ بنصوم. طيب هسال سؤال ولو جاوبت ليك هديه كبيره، اتفقنا؟ من هو الفاروق؟ اسماعيل. انت بتضحك؟ اسمه ايه؟ مين اللي كان ملقب بالفاروق؟ كان اسمه ايه؟ اسماعيل. غلط، يا خساره، عشان انت سمعت كلامه. سيدنا اسماعيل. وانت؟ سيدنا اسماعيل. غلط، كان نفسي انا تكسبه معانا. اتعرف عليكي، اسمك ايه؟ سامة. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بنصوم رمضان ولا لا؟ بصوم. بنصوم، متاكدين؟ طب اسال واقول: من هو الفاروق؟ ما خدتهاش لسه. ما خدتهاش لسه؟ طب ما تفكري شويه. اتعرف عليك، اسمك ايه؟ سيف. وانت اسمك ايه؟ جنى. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. واسال واقول: اللي هيعرف هياخد هديه. اسالك انت الاول؟ اسالها هي الاول؟ اسالك واقول لك: من هو الصحابي اللي كان ملقب بالفاروق؟ الصحابي اللي كان ملقب بالفاروق كان اسمه ايه؟ اسماعيل. غلط. وانت كان اسمه ايه؟ ولا ما اعرف. والله ما تعرف؟ اسال سؤال ولو جاوبنا لينا هديه حلوه، اتفقنا؟ بس مش هنغش من ماما ولا نناة، اتفقنا؟ من هو الفاروق؟ مين اللي كان بيقولوا عليه الفاروق؟ كان مين؟ مين من الصحابة؟ مين من الصحابة؟ يلا احنا شاطرين، تعرفي انتي؟ عمر بن الخطاب. برافو عليكي، انتي شاطرة جدا، برافو، يلا نسقف لنا كلنا. برافو عليكي، شاطرة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. سؤال ولو جاوبنا لينا هدية كبيرة، اتفقنا؟ من هو الفاروق؟ تعرفي؟ لا. وانت عارفة؟ نفكر نفكر نفكر. من هو الفاروق؟ ابراهيم. ابراهيم. غلط، بيغششك. غلط، ميدو. ابراهيم. غلط. اسمك ايه؟ مال. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. بنصوم رمضان ولا لا؟ بنصوم. بنصوم؟ ما بنفطرش ولا يوم؟ طب اسال واقول: مين الصحابي اللي كان ملقب بالفاروق؟ كان اسمه ايه؟ باي. كل سنه وانت طيب. انت طيب. اسمك ايه؟ محمد. بص يا محمد، هسالك سؤال، لو كسبت هاخد بالونه منك وانا هديك هديه، اتفقنا؟ اتفقنا. لا مش هتدي الميدو، تديني انا بس. اتفقنا. ولا هتدي الميدو؟ لا اديك انت. اتفقنا. هسالك واقول لك: مين الصحابي اللي لقب بالفاروق؟ كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الصحابي الذي لقب بالفاروق كان اسمه ايه؟ معرفش. تفكر. سيدنا عمر. برافو عليك، شاطر. عرفتها ازاي دي؟ خدتها وانت في سنه كام؟ انا مش في مدرسه. مش في مدرسه خالص؟ ما دخلتش ولا مره مدرسه؟ دخلت في سنه تانيه وطلعت. خدتها المعلومه دي في سنه تانيه؟ اه. طب هتكمل بقى المدرسه عشان يبقى معلومات عندك كتير وتكسب على طول؟ اه. سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.
اهلا بيكم مره تانية ورجعت لكم بعد الفاصل. وزي ما شفتوا الاطفال كان في منهم عارفين الاجابه وكان في اطفال مش عارفين، وهدفنا ببرنامجنا اطفال ولكن ان احنا نعرف اطفال اكتر بمعلومات دينيه. وخلوني زي ما عودتكم ان احكي قصه السؤال، بس قبل ما احكي خلوني ارحب بالطفل الجميل مازن محسن. اهلا بيك يا مازن، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه. خليني دلوقتي يا مازن نقول لكل اصحابنا قصه السؤال، اتفقنا؟ لقب سيدنا عمر بن الخطاب بالفاروق، وده لان الله تعالى فرق به بين الحق والباطل وميز بينهم، وكمان لقب بابي حفص، وكان شديدا على الاسلام والمسلمين قبل اسلامه لدرجه انه قرر في يوم ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم سيدنا عمر لما قرأ من سورة طه عند اخته فاطمه، وبعد كده ساند الاسلام بشكل عظيم وكان مصدر رعب للكفار. كان هو تاني الخلفاء الراشدين، واصبحت دوله الاسلام هي الدوله العظمى في عهده. كمان عرف بعدله بين الناس. توفي عمر رضي الله عنه سنة 23 للهجرة بعد ما طعنه أبو لؤلؤ المجاسي وهو يصلي. وخلوني دلوقتي أشوف مازن محضر لنا إيه. هتسمعنا إيه يا مازن؟ مدد يا نبي. يلا حبيبي اتفضل. مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 مدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 مدد، مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 مدد. الورد كان شوك نور في بساتيننا، مدد 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 مدد. والأرض كان التراب صبح التراب حنا، مدد 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 مدد. حتى الحمام كان ينوح لأجل النبي غنى، نسمع رياح سحر تبكي وتسقي ورود. وأنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا محمد زاد المدد. ومدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد، مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد 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 يا نبي يا نبي مدد. عليه أفضل الصلاة والسلام. مدد يا نبي يا نبي مدد. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أشوفكم بكرة وحلقة جديدة وبرنامجكم أطفال ولكن في شهر رمضان.